اي احد، ما في احد اعرف منك في حياتك، ما في، ما في، مو موجود ولن يكون موجود. ولا واذا احد قال لك انا اعرف منك في 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 حياتك، انا اعرف، انا اعرف اعرف ان هذا احسن لك او هذا اصح لك او هذا الطريق اليمين هو صح بالنسبه لك، قدام كذا صح، هذا الهدف هو هدفك، انا متاكد، اعرف انه ما عنده سالفه، اعرف انه ناوي يقفل اللمبه عليك، ناوي يطفي اللمبه عليك. احد يقول لك انا عارفك وانا اعرف وانا بختار لك الهدف وانا بختار لك تروح يمين تروح يسار وتسوي يوتير، انا اختار لك، اني انا اللي فاهم، انا اللي فاهمك، انت مو فاهم نفسك اصلا، انت بزر مو فاهم نفسك. اعرف ان ناوي يطفي اللمبه، ناوي على علاقه مظلمه، ناوي يطفي عليك اللمبه وتتورط، تتورط. لكن تذكر دائما لا احد يملك روحك، لا احد يملك مشاعرك، لا احد يملك افكارك ولا معتقداتك ولا مفاهيمك، انت تملك كل هذه الاشياء 100%. ما احد يستطيع ان يملك هذه الاشياء، انت فقط في اللحظه اللي تقرر فيها انك تعطي الريموت كنترول لاحد، وقتها انت تضيع، وقتها تضيع، وقتها عاد خلص انت المسؤول، لانك انت اخترت انك تعطي الريموت كنترول لاحد. تبغى تكتب قصتك، قرر، حط النيه انك تكتب قصتك، وكل شيء بعد النيه قابل للتعديل والتغيير والتطوير واليوتيرن والمراجعه كل شيء ممكن يتغير. يعني انت مؤهل تاهيل كامل لكتابه قصتك، انت مؤهل، مؤهل، حتى لو اعتبرنا انك انسان لا واعي، انت مؤهل، من حقك انك انت تختار خياراتك. ولا ليش انت تختبر في هذه الحياة؟ مو عشان انت نشوف انت تعرف الصح ولا تعرف الغلط، توصل نتيجة ولا ما توصل نتيجة، صح ولا لا؟ فانت مؤهل تماما انك انت تكتب قصتك، انت اكثر شخص مؤهل انك تكون الكاتب لقصتك، انت المؤهل رقم واحد انك تكون الكاتب لقصتك. أمي تحكي لي إن جدتها تخاف وأنا وأخواتي نخاف، إيش نسوي؟ نكسر كارما تعبانة. حبيبتي، أول شيء يعني برافو إنه أنت انتبهتي، إنه أنت لاحظتي، إنه أنت سمعتي هذا الشيء ونقلتي لمرحلة إنك تبغين تصححين هذا الشيء. الآن حان وقت التصحيح، حطي النية وصححي هذا الموضوع. إذا تبغاني أنا أساعدك، موجود عندي كورس الخوف، إذا تبغين أحد آخر ابحثي. أهم شيء لا تخلين نفسك، لا تخلين نفسك، أنت عارفة إن عندك مشكلة الخوف. وعلى فكرة احنا نمر بمرحلة تاريخية، كل الخوافين يجب انهم يتغيرون، كل الخوافين، كل الخوافين، احنا في مرحلة خيارات الخوافين محدودة، خيارات الخوافين كثير ضيقة وكثير محدودة. واذا الان انت ما فهمت كلامي، ما راح تكمل 2021 الا وانت في زاوية حرجة، راح تتذكر كلامي، راح تتذكر كلامي، لأنك ما تحركت عشان تحرر نفسك من الخوف. عندك غضب، عندك حزن، أوكي نصبر عليك، ما عندنا مشكلة، البشرية مستعدة تصبر على الحزينين ويعني راعين القصيد والشعر نصبر عليهم، البشرية راح تصبر عليهم، راح تصبر على الغاضبين وعلى الحزينين، في مجال لهم لسه. لكن الخوافين راح ينحطون في زاوية حرجة، يعني ما لهم خيار إلا أن يتغيرون أو يتدمرون، ما لهم خيار آخر. فأنا أنصح كل شخص يسمعني عنده خوف إن حان الوقت، ما في وقت مر علي طوال حياتي أقوى من هذا الوقت، إني أقول كل شخص خواف حان الوقت إنك تتحرر من الخوف. وش تنتظر؟ صدق والله، وش تنتظر؟ اي واحد خواف يسمعني، انت وش تنتظر؟ وش تنتظر؟ تبغى فلوس، تبغى مجانا، وش تنتظر؟ يعني حط حتى في جوجل، حط في اليوتيوب كيف نعالج الخوف، كيف اتحرر من الخوف، كيف انظف الخوف، وش تنتظر؟ ما في اي شيء يمنعك انك انت تقوم بهذه الخطوه، ما في اي شيء، ما في مبرر. الرساله وصلتك، الرساله وصلت.